على الفانشو. الو سلام. عايزين نعرف من حضرتك اسباب تواجد حضرتك النهارده، خصوصا دي مش اول مره حضرتك تكون حارس على تواجدك في المباراه. هو انا دايما باخد موضوع البنات يعني بتحب ايه او هتعمل لنا ايه لو نجحت، هل هتروحي مثلا القسم الانساني؟ لان انا راجل شفير نوايا حسنه، انا ماليش دعوه في ان جمالك و و و و دول يعني في اشخاص يقولوا مثلا انت جميله، ان انت كذا، ان انت كذا. لا، انا باخد القسم الثاني اللي هو القسم الانساني. هل انت بكره ان شاء الله بس تكسبي هتكوني داعمه للسرطان، هتكوني داعمه للمستشفى، للأطفال؟ لا 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 لا، كل دوت أنا بحاول أستمده من الأشخاص، من الفتيات اللي هينجحوا. فأسئلتي بتكون يعني صارمة في الموضوع ده، بس أنا ما بسألش عن أي حاجة تانية. طب بتنصح إيه البنات اللي هم بيقدموا في المسابقة دي، بتنصح ليهم إيه في يعني أسباب المشاركة؟ لا، هو المفروض تكون أول ما بتبتدي تشارك لازم يكون عندها قسم الإنسان. القسم الإنساني أساسا بعيد عن الجمال وبعيد عن الفن، لازم يكون عندك القسم الإنساني ده اللي هتدعمي فيه. لازم تكون هي عاملة خطة، أنا بكرة هدعم مين، هكون فين، هقعد في مستشفى إيه، هدعم الأطفال، هدعم المجهود هتروحي بيه فين، هل يعني هتنسي الحتة دي وتبقي كل شوية تروحينا مثلا في حتة تانية، ولا هتدعمي الأطفال وهتدعمي السرطان وهتدعمي هو ده. أنا عايز أشوفها هي قدها وهتقف وطول الكلام ده ولا لا. طب أنت شايف مفاوضات السيدة الجميلة من وجهة نظرك إيه؟ السيدة الجميلة؟ لا، أنا باخد السيدة الجميلة بروحها بأفعالها يعني سوري. أنا دلوقتي عندنا دكاترة ما شاء الله بيطلعوا واحدة، يعني بيطلعوا لنا واحدة زي ما أنت عايزة. عايزة إيه؟ أغير لك دي، أغير لك دي، أغير. معنى كده إن الجمال دلوقتي مش الوش، مش الجمال، لا لا، كل دوت سوري يعني بالقلم بقت رسم. طب أنت دلوقتي رسمت، ممكن واحدة في عز الجمال بتاعها تيجي تقول كلمتين، تقول لها الله يخليكي اسكتي لأن أنا مش قادر أسمعها، صح ولا لا؟ لا، أنا بروح بقى الحتة التانية، أنت بقى هتعملي وهتسوي وهتبقي موجودة في مكانك ولا لا؟ ماليش دعوه بقى انت جميله، يعني احنا كلنا جمال على فكره، الناس كلها جميله، في جميله بروحها، في جميله بـ 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 بطريقتها، في الجمال كله موجود، كل انسان في حاجه جميله اكيد. اوكي، بس انا باخد القسم بقى اللي تبقي جميله فيه لما تقفي في مستشفى وتقولي والله انا بدعم الاطفال دي، انا بدعم السرطان، انا بدعم كذا، انا بدعم كذا، ده اهم حاجه لي. كنت لسه راجع من مهرجان الجونه، احكي لنا بقى. لا، مهرجان الجونة كان حلو جدا، دورة رابعة جميلة جدا. اللي احنا شفناه على السوشيال ميديا مش موجود، السوشيال ميديا راحت شوية للبسة كذا واللبسة كذا، لا مش هو ده اللي احنا شفناه. لا، احنا شفنا دورة كويسة، فيها افلام كسبت، في 200 متر الفيلم الفلسطيني كان جميل جدا وناس خلت فيه، وخالد الصاوي كمان اتكرم وكان تكريمه هايل وجميل. انا شفت ان احنا ما شفناش الحته اللي انتوا بتشوفوها اللي هي بقى واحده لابسه، للاسف اتصدر للسوشيال ميديا. السوشيال ميديا يا جماعه، ما ده السوشيال ميديا اللي احنا بنعاني منه. اوكي، ان انت ماخد 3 4 وراسم عليهم الدنيا كلها، لا، ما في ناس كويسه، ما ديك شفت عبير، شفت الهام شاهين، شفت ناس كتير كويسين وموجودين، ما هو بتسلط الضوء على مين؟ اللي واحده عامله كده. طب انا مالي انا، وعلى فكره اكترهم مش مصريين، طب احنا نعمل ايه يعني؟ انا ما تحطنيش مثلا في 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 دوره انك اولا اتعملت في كورونا واتعملت ضد في ظل وقت صعب جدا، فانتوا بدلا ما نشكر لا بنهاجم. طب بنهاجم ليه؟ ده اتعمل في وقت يعني الكورونا دي ما بتخلناش نتحرك من مكان، رغم كده ان هم اتكلفوا وعملوا وسووا، بدلا ما ندعم ونحاول لا بنمسك الاشياء وبنمسك الاشخاص اللي لا عشان تغير. طب حرام. علاقتك بالسوشيال ميديا ايه؟ علاقتك بالسوشيال ميديا؟ انا علاقتي بالسوشيال ميديا ده جهاز، بتعامل مع جهاز. اوكي، مين اللي ورا الجهاز انا ما اعرفوش، بيشتمني بقول له شكرا لان انا ما اعرفكش. انت لو جيت فلان الفلاني واسمك موجود وبتقول لي والله انا بقول انك في كذا كذا كذا، عارف ارد عليك، بس اذروايز انا ارد على مين؟ هترد على مين؟ تخش تلاقي زيرو فوتو، طب وزيرو مثلا مش عارف يعني لسه يكون عامل الاكونت ويدخل يشتمك ويطلع. طب يعمل ايه؟ طب انا عملت لك، طب انت يعني مثلا انا بقول دايما للسوشيال ميديا، لو انت لو ايمن البياع مش عاجبك بتشارك معاه ليه؟ بتخش في صفحته ليه؟ بتتابعه ليه؟ عشان تقعد تشتم؟ طب شكرا يا سيدي، شكرا. هتعمل له ايه؟ طيب
ما هو انا لو في شخص معين هو اللي قال لي الكلام ده انا عارف ارد عليه، بس اذر وايز مش هرد عليه. هرد عليه ليه؟ لانه ده مجهول، ده شخص مجهول، وممكن على فكره يبقى هو واحد وعامل لي 50 اكاونت فيك اكاونت. طب انا خلاص انا هرد عليه ليه؟ لوك باي. طب هي الناس يعني عملت هجوم على عبير صبري وعلى زوجها لما حصل ان هو حسد قبلة قدام الكاميرا على هو فيها ايه؟ انا عايز افهم فيها ايه لما انا ابوس مراتي على السوشيال ميديا؟ هو انا بشوفش الاجانب ليه؟ يعني دايما ناخد من الاجانب الحاجات بتاعتها، ولما نقف نعمل حاجة زيهم يقولك لا. طب ليه؟ وثم انا ابوستها وانا عملت مثلا فريس كيس، ده انا ابوستها من خدها. اولا بعلم من الانسانة مراتي موجودة في المكان ده، فتقديرا ببوسها من عملوني تريند. قلت اوكي شكرا، عملتوني تريند شكرا، بس بتسيبوني ليه؟ انا عايز افهم. وعلى فكرة انا عملتها السنة دي عمد عشان ايه؟ اقول لهم انه ده من نوع الاحترام للمرأة اللي موجودة معك في كيانها اللي هي موجودة ونجمة موجودة معك، فانت بستها. طب هتعملها في مهرجان القاهرة السينمائي؟ ان شاء الله اول ما ادخل لا انا هجري واروح ماسكها بس ميرسي جدا لحضرتك. شكرا شكرا الله يسلمك.